السلام عليكم شباب تانية، سلام معاكم مستر محمد مجد. احنا النهارده بارت 2 في ليميت اوف افانكشن ات انفينيتي. ده معناه ان حضرتك اتفرجت على بارت 1، ودي حاجه مهمه جدا ان انت تبقى اتفرجت على بارت 1، علشان احنا دلوقتي بنحل على طول. بارت 1 بيبقى فيه سامري وبيبقى فيه حل الاسئله اللي محتاجه فكر شويه، وبعد كده دي الاسئله اللي المفروض ان حضرتك بتبقى حللها. فاحنا دلوقتي بنبقى عايزين حد فاهم وحالل ومستني يشوف الاجابات بتاعته اذا كانت دي كانت صح او غلط. نبدا اول سؤال معانا. ليميت لما الاكس تندس تو انفينيتي 3x اوفر 4x بلس 5. احنا اتفقنا ان لو الباور اللي فوق زي الباور اللي تحت، يعني اكبر باور فوق زي اكبر باور تحت، باخد الكوفيشن زي ما هي بحالتها. يعني هنا مين اللي موجود فوق؟ 3. مين موجود تحت؟ 4. يبقى الانسر 3 اوفر 4 على طول، من غير ستيبس من غير ستيبس. طب لو انا عايز اعمل ستيبس كنا بنعمل ايه؟ بنبص على الباور اللي موجود في الدينومينيتور، اكبر باور موجود في الدينومينيتور، ونعمل المساله كلها كل ترم منها ديفايد باي الباور ده. فانا هنا مثلا ليميت لما الاكس تندس تو انفينيتي هتبقى 3x اوفر x، ودي 4x اوفر x، ودي 5 اوفر x. الاكس هتروح مع الاكس هيتبقى لي فوق 3، طيب وتحت ادي الاكس هتروح مع الاكس هيتبقى لي تحت 4، و5 اوفر x انا لما اجي اشيل ال 4 واحط هتبقى 5 اوفر x. هشيل الاكس واحط مكانها انفينيتي هيبقى ده بزيرو، فالانسر هيتبقى لي كام؟ 3 over 4. ليميت لما الـ x تندس تو انفينيتي لـ 2x باور 2 بلس 1 over x باور 2 بلس 1. طبعا هو انا هنا ما باجي اعوض بالـ x المفروض ان هي تطلع انفينيتي over انفينيتي. انا المسائل اللي هتطلع انفينيتي over انفينيتي دي على طول هقول لك فوق كده دي كده طلعت انفينيتي over انفينيتي. طيب بعدين عايزين نحل السؤال ده. طيب يا مستر ده الموضوع سهل قوي، حضرتك هتعمل ايه؟ مين اكبر باور فوق؟ 2. مين اكبر باور تحت؟ باور 2 برضه. يبقى باخد الكوفيشنت بتاعتهم ديفايد باي بعض، يعني هتبقى 2 اوفر 1. يعني الانسر هنا هيبقى كام؟ الانسر هنا هيبقى 2. ليميت لما الاكس تندس تو انفينيتي اكس باور 2 بلس 5 اوفر 6. طيب يا مستر انت هتشيل الاكس ونحط مكانها انفينيتي. طيب تمام ادي انفينيتي. طيب بعدين بلس مين؟ بلس 5 اوفر 6. طيب انفينيتي بلس اي حاجه بانفينيتي. طب انفينيتي اوفر اي حاجه او اوفر اي رقم بانفينيتي برضه، يبقى الانسر هنا هيبقى عباره عن ايه؟ الانسر هنا هيبقى عباره عن انفينيتي. ليميت لما الاكس تندس تو 0 لروت اكس ماينس 3 اوفر اكس. طبعا حد هنا ممكن يقعد يحل بقى فيها ويقول لك يعمل تايم للكونجيجيت ويعمل حاجات كتير قوي. انا حبيبي انا هقول لك الموضوع بمنتهى البساطه. ادي ليميت لما الاكس تندس تو انفينيتي. الروت اكس دي معناها اكس باور هاف ماينس 3 اوفر اكس باور 1. مبدئيا كده احنا اتفقنا دي بناء على ان حضرتك اتفرجت على بارت 1. يعني احنا اتفقنا ان لو الباور اللي فوق اصغر من الباور اللي تحت ايه اللي بيحصل؟ الانسر على طول بيبقى زيرو. طيب فكرني كده بيه يا مستر، لو الباور اللي فوق اكبر من الباور اللي تحت فالانسر بيبقى انفينيتي او نيجاتيف انفينيتي على حسب الكوفيشنت. طيب لو الباور اللي فوق اصغر من الباور اللي تحت ده معناها ان الباور اللي فوق اصغر من الباور اللي تحت، ده معناها ان الاجابه دايما هتبقى بزيرو، ان الاجابه دايما هتبقى بزيرو. طيب وبعدين لو الباور اللي فوق قد الباور اللي تحت باخد الكوفيشنت، باخد المعاملات اللي معاهم بحالتهم. يعني لو كان عندي روت ل 2 اكس باور 2 اكس باور 3 مثلا، وادي عندي روت لاكس باور 3، باخد المعامل زي ما هو، يعني دي هتبقى روت 2 اوفر روت 1. طيب المهم خلينا في كل مساله واللي احنا بنقابلها. انا هنا عندي الباور اللي فوق اصغر من الباور اللي تحت، يبقى الانسر على طول هيبقى 0. ليميت لما الاكس تندس تو انفينيتي ادي 3x باور نيجاتيف 5 4x باور نيجاتيف 4 نيجاتيف 2 وx بلس 5. طيب انا اول حاجه عندي هنا اروح رايح اعمل ايه؟ نظبط شكل المساله. ادي ليميت لما الاكس تندس تو انفينيتي 3 اوفر x باور 5 بلس 4 اوفر x باور 2. طيب وايه تاني؟ وادي بلس 5. طيب اول حاجه هنشيل الاكس ونحط مكانها انفينيتي 3 اوفر انفينيتي 4 اوفر انفينيتي. طيب 3 اوفر انفينيتي دي بزيرو، و4 اوفر انفينيتي دي بزيرو برضه بلس 5. يبقى الانسر هنا طلع لي كام؟ يبقى الانسر هنا هيطلع لي 5. ليميت لما الاكس تندس تو انفينيتي الـ x باور 7 ماينس 2x باور 3 اوفر x باور 4 2x باور 4 ماينس 3x باور 2 ماينس 1. طيب اول حاجه هنا هو انا مين اكبر باور موجود عندي؟ اكبر باور موجود عندي كان اكس باور 7. طب ده موجود فوق، يبقى معناه ان الانسر هيبقى ايه؟ بوزيتيف انفينيتي.
طب يا مستر، لا معلش بقى، دي حضرتك حلتها كده على طول. وافرض السؤال ده جالي مقالي، ما انا برضو عايز اعرف السؤال ده لو جالي مقالي هعمل معاه ازاي، هتعامل معاه ازاي. طيب انت عندك ليميت لما الاكس تندس تو انفينيتي. اول حاجه احنا لما جينا عوضنا بالانفينيتي طلعت انفينيتي اوفر انفينيتي ان سبيسيفايد. طيب بعدين مين اكبر باور موجود في الدينومينيتور؟ اكس باور 4. يبقى انت هتعمل كل ترم منها ديفايدد باي اكس باور 4، يبقى انت عندك اكس باور 7 اوفر اكس باور 4 ماينس 2 اكس باور 3 اوفر اكس باور 4 over 2 x بار 4 over x بار 4. طيب minus 3 x بار 2 over x بار 4 minus 1 over x بار 4. طيب نطلع السيمبلس فورم للشكل ده، ادي ليميت لما ال x تندس تو انفينيتي، دي تديني x بار 3 minus 2 over x over 2 minus 3 over x بار 2 minus 1 over x بار 4. اي اكس متبقيه في الدينومينيتور الانسر بتاعها في الاخر بيبقى زيرو، لانها هتبقى 2 على الانفينيتي، فده بزيرو وده بزيرو وده بزيرو. اتبقى لي اكس باور 3 اوفر 2. طب ما الاكس باور 3 دي بانفينيتي، ما انا هعوض بيها بالانفينيتي، اوفر 2 انفينيتي اوفر اي رقم بانفينيتي، فيبقى الاجابه هنا ايه؟ هتطلع بوزيتيف انفينيتي. ليميت لما الاكس تندس تو الانفينيتي 3 اكس باور 2 اوفر اكس تايم 2 اكس ماينس 1. طيب اول حاجه يا مستر، ادي دي اكس تندس تو انفينيتي، عايزين نجيب اكبر باور تحت مش عارف. طب ليه يا مستر مش عارف؟ يا حبيبي دخل الاكس جوه ورايح دماغك، ادي دي هتبقى 2 اكس باور 2 ماينس اكس، اكبر باور فوق هو باور 2، اكبر باور تحت هو باور 2، يبقى الاجابه هتطلع كام؟ الاجابه هتطلع 3 اوفر 2 على طول من غير ستيبس، من غير ستيبس. جت منين يا مستر؟ يا حبيبي اعمل ديفايدد باي للباور الكبير في الدينومينيتور، ادي ليميت لما ال x تندس تو انفينيتي، ادي 3 x بار 2 اوفر x بار 2، ادي 2 x بار 2 اوفر x بار 2 ماينس x اوفر x بار 2. طيب مبدئيا الانسر بتاع ده 3، طيب الانسر بتاع ده 2 ماينس 1 اوفر x، ال 1 اوفر x دي لما اجي اشيل ال x واحط مكانها انفينيتي هتطلع 0، يبقى الانسر 3 اوفر 2 زي ما احنا ما قلنا فوق. ليميت لما الاكس تندس تو انفينيتي، بص هنا الروت، الروت على 3 بلس 2 اكس اوفر 4 ماينس اكس، انا كلامي كله على اللي تحت الروت، اكبر باور هنا 1 واكبر باور هنا 1، فانا عندي الروت اهو زي ما هو، اكبر باور 1 واكبر باور 1، يبقى باخد الكوفيشنت، ادي هنا 2 اوفر 4، يبقى روت ل 2 اوفر 4 اللي هي بروت ل 1 اوفر 2، روت ل 1 اوفر 2 دي اللي هي 1 اوفر روت 2 اللي هي لتر سي. ليميت لما ال x تندس تو انفينيتي x باور 3 بلس 5 اوفر x تايم 2 x باور 2 بلس 3. اول حاجه اعملها اظبط شكل المساله، ادي ليميت لما ال x تندس تو انفينيتي، ادي x باور 3 بلس 5 اوفر 2 x باور 3، هندخل ال x دي جوه نعمل لها تايم على الاثنين بلس 3 x، اكبر باور موجود باور 3، اكبر باور موجود باور 3، يبقى بياخد الكوفيشنت، يبقى الانسر هيطلع 1 اوفر 2. ليميت لما ال x تندس تو انفينيتي 5 باور x باور نيجاتيف 2 اوفر 3 باور x باور نيجاتيف 2 بلس 1. اول حاجه بس كده ظبط شكل المساله، يعني ايه ظبطها؟ ما انا مش فاهم برضو حضرتك بتحل هنا ايه بسرعه، انا بحل هنا بسرعه بما ان كان بارت 1 كان فيه اسئله كتير والاسئله حلينا اغلبيه الحاجات، يعني ادي 5 فدي المفروض تصليح للاجابات بتاعتك، يعني 1 اوفر x باور 2 وادي 3 اوفر x باور 2 بلس 1. طيب انا اساسا المفروض ان انا بشيل الاكس واحط مكانها انفينيتي، لما نشيل الاكس هنا ونحط مكانها انفينيتي ده هيطلع 0 وده هيطلع 0، فالانسر هيبقى لي كام؟ 5 اوفر 1، يبقى الاجابه 5. اغلبيه الاسئله الموجوده في البارت ده كانت سهله جدا. ليميت لما الاكس تندس تو انفينيتي 1 اوفر روت 1 اوفر اكس تايم روت 8 بلس 9 اكس. طيب اول حاجه بس كده، هو ال 1 اوفر اكس دي معناها ايه يا مستر؟ معناها ان انا بعمل 1 في اللي فوق واكس في اللي تحت. طيب 1 تايم اللي فوق يعني بروت 8 بلس 9 اكس سكوير، وادي تحتها في اكس. طيب مبدئيا كده مين اكبر باور موجوده فوق؟ يا مستر اكس باور 2، يا حبيبي ما هي تحت الروت يبقى اكس واحده، ومين اكبر باور موجوده تحت؟ اكس برضه واحده، اكس باور 1 يعني. طيب يبقى باخد الكوفيشنت بتاع اللي فوق على الكوفيشنت بتاع اللي تحت بحالته. يعني ايه بحالته؟ يعني دي 9 تحت الروت يبقى اسمها روت 9 اوفر 1، روت 9 اوفر 1 دي ادتني كام؟ ادتني 3 اللي هي لتر بي. ليميت لما كيوب روت ل 64 اكس بار 3 بلس 7 اكس ماينس 2 اوفر 3 اكس بلس 2. طيب نفس الفكره هنا برضو اللي احنا بنشتغل عليها، انا بشوف اكبر باور موجود في النيوميريتور واكبر باور موجود في الدينومينيتور. طيب يا مستر دي اكس بار 3، طب ما تحت كيوب روت يعني دي كده اكس، طب
طيب وتحت فيه اكس، طيب يبقى باخد الكوفيشنت بتاعتهم كل واحد على حسب على حالته. يعني ايه؟ يعني انا فوق هنا اروح رايح واخد كيوب روت لل64، وتحت 3 كيوب روت لل64 دي بكام؟ دي 4، وال3 تنزل زي ما هي، يبقى الانسر 4 اوفر 3. انا عندي هنا ليميت لما الاكس تندس تو انفينيتي، ادي كيوب روت ل8 اكس بار 3، طيب وتحت ابسولوت اكس، يعني انا هنا عندي اكس، طيب يبقى باخد الكوفيشنت على حالته، يبقى ده كيوب روت لل8 اوفر 1. كيوب روت لل8 دي بكام؟ ب2 اللي هي لتر ايه. ليميت لما الاكس تندس تو انفينيتي 4 ماينس 3 اكس بار 3 اوفر سكوير روت الاكس بار 6 بلس 9. سكوير روت الاكس بار 6 الباور اللي جوه ديفايدد باي الباور اللي بره، يبقى دي اكس بار كام؟ 6 ديفايدد باي 2 ب 3، يبقى اكبر باور فوق اكس بار 3 واكبر باور تحت اكس بار 3، يبقى باخد الكوفيشنت على حالته. دي كده هتطلع نيجاتيف 3، ودي هتطلع كده سكوير روت لمين؟ لل 1. يبقى الانسر هنا كام؟ الانسر هنا نيجاتيف 3. هنا برضو نفس الفكره، ادي ليميت لما الاكس تندس 2، هنا دي انفينيتي مش 4، هو اكيد هنا ايه؟ هنا دي انفينيتي مش 4. طيب بعدين عايزين نعمل ايه؟ عايزين نحل السؤال. طيب انا الباور 4 دي، بص الباور 4 دي كده موجوده معايا كده كده، طيب احل بقى هنا مين اكبر باور؟ باور 2. مين اكبر باور؟ باور 2. يبقى الاجابه هنا هتطلع كام؟ هتطلع 3. طب 3 باور كام؟ 3 باور 4 اوفر 1 اللي هي هتطلع كام؟ 81 اللي هي لتر دي. ليميت لما الاكس تندس تو انفينيتي 12 باور 1 اوفر اكس اوفر اكس بلس 7، انا هشيل الاكس واحط مكانها انفينيتي، يبقى 12 باور 1 اوفر انفينيتي اوفر انفينيتي بلس 7. طيب انا اول حاجه ده ال 1 اوفر انفينيتي ده بزيرو، ال 1 اوفر انفينيتي ده بزيرو، طيب يبقى 12 باور 0 ب 1، طيب ودي انفينيتي بلس 7 بانفينيتي، طب 1 اوفر انفينيتي بزيرو، يبقى الاجابه هنا كام؟ 0. ليميت لما الاكس تندس تو انفينيتي k باور 1 اوفر x اوفر 3، انا هشيل الاكس واحط مكانها انفينيتي، تبقى k باور 1 اوفر انفينيتي اوفر 3، وار اوفر انفينيتي دي بزيرو، يبقى الكي باور 0 اوفر 3، الكي باور 0 دي ب 1 يبقى 1 اوفر 3 اللي هي لتر بي. ليميت لما الاكس تندس تو انفينيتي ل اي اكس باور 2 ماينس 5 اكس اوفر 2 اكس بلس 3 اكس باور 2، الانسر بتاعها كان طلع 3. طيب يبقى اول حاجه برضو نفس طريقه الحل، مين اكبر باور موجود عندي؟ باور 2. مين اكبر باور موجود عندي؟ باور 2. يبقى الكوفيشنت على بعض، يبقى ال a اوفر 3 ايكوال 3، ال 3 دي اصلها 3 اوفر 1، طيب كروس مالتيبليكيشن، يبقى ال a ايكوال 9، يبقى ال a ايكوال هنا كام؟ ال a هنا ايكوال 9. نمبر 20 بيقول لي ليميت، بيقول لي لما الاكس تبقى بيلونج لل r، ليميت لما الاكس تندس تو انفينيتي m بلس 2 تايم اكس باور 3 ماينس اكس بلس 4 اوفر 2 ام اكس باور 3 ماينس 2 اكس بلس 5، الكلام ده ايكوال 2، عايز اجيب الام بكام؟ طيب اكبر باور موجود في النمريتور 3، اكبر باور موجود في الدينومينيتور 3، يبقى الكوفيشنت على بعض، يعني ام بلس 2 اوفر 2 ام، الكلام ده الانسر هيطلع كام؟ 2، ال 2 دي اصلها 2 اوفر 1، نعمل كروس مالتيبليكيشن، يعني الام بلس 2 ايكوال 2 تايم 2 ب 4، يبقى 4 ام، الام دي بوزيتيف تيجي هنا تبقى نيجاتيف، يبقى ال 4 ام ماينس ام الكلام ده ايكوال 2، يعني ال 3m ايكوال 2، ال 3 دي تايم تروح السايد الثاني تبقى ديفايد، يبقى ال m ايكوال 2 اوفر 3 اللي هي لتر c. ليميت لما x باور 3 بلس 7x باور 2 ماينس 8، الكلام ده ايه؟ عايزين نشوف الانسر. طب انا اول حاجه هشيل الاكس واحط مكانها انفينيتي، تبقى انفينيتي باور 3، انفينيتي يعني هنشيل هنا دي باور، احنا خلاص الاكس نشيلها ونحط مكانها انفينيتي، وادي ده انفينيتي بلس 8، طيب انفينيتي انفينيتي بلس 8 بانفينيتي بلس انفينيتي تديني انفينيتي، يبقى الانسر هنا هيبقى بوزيتيف انفينيتي. ليميت لما الاكس تندس تو انفينيتي لسكوير روت لاكس باور 2 بلس اكس ماينس اكس، هنا انا ما قداميش غير ان انا اعمل ايه؟ لازم اعمل تايم في الكونجيجيت، يعني دي ليميت لما الاكس تندس تو انفينيتي، ادي ده سكوير روت لاكس باور 2 بلس اكس ماينس اكس، طيب انا هعمل لها تايم، دي المفروض اوفر 1، هعمل لها تايم في الايه؟ في الكونجيجيت، ادي اكس باور 2 بلس اكس بلس اكس، ادي سكوير روت لاكس باور 2 بلس اكس بلس اكس، نعمل بقى التايم اللي فوق ده، ازاي التايم اللي فوق ده هيتم؟ الاولاني تايم الاولاني والتاني تايم التاني، روت تايم روت الروت الاثنين بيروحوا مع بعض، اتبقى لي اكس باور 2 بلس اكس، نيجاتيف اكس تايم بوزيتيف اكس بنيجاتيف اكس باور 2.
over square root ل x بار 2 بلس x بلس 2 بلس x بار. دي بوزيتيف اكس ودي نيجاتيف اكس، الاثنين راحوا مع بعض، يعني اتبقى لي هنا اكس اوفر سكوير روت ل x بار 2 بلس x بلس x. مين اكبر باور موجود في الدينومينيتور؟ في النومينيتور 1، في الدينومينيتور 1 برضو. طيب يبقى انا هنا هاخد الكوفيشنت بتاعت الباور الكبير ده ايه ديفايدد باي كلها تطلع من بعض، فهنا انا عندي 1. طب دي سكوير روت ل x بار 2، ما هو سكوير روت ل x بار 2 دي يعني x، طيب وجنبها 1 يبقى هنا في 1 بلس، هنا في برضو ايه 1، ما هي دي اكبر باور موجود تحت الروت ودي اكبر باور موجود بره، طيب يبقى 1 اوفر 1 بلس 1 اللي هي 1 اوفر 2. لو كانت الـ a greater than الـ b، الـ a greater than الـ b يعني الـ a رقم اكبر من الـ b، يبقى لازم الانسر اللي هنا هيطلع يبقى ايه؟ يبقى انفينيتي، ودي الرول اللي احنا شغالين عليها، لو الباور اللي فوق اكبر من الباور اللي تحت فالانسر اللي بيطلع بيبقى infinity. لو كانت الـ a smaller than الـ b smaller than الزيرو، وكانت الـ a الـ x بار a over x بار b. طب مبدئيا كده ادام الـ a اصغر من الـ b والاتنين برقم نيجاتيف، ده معناه ان في تحت هيتبقى x، ان دايما هيبقى عندي الانسر هيبقى 1 over x. طب ادام 1 over x يعني هيبقى 1 over infinity، يبقى الانسر هنا هيبقى كام؟ يبقى الانسر هنا هيبقى 0. بيقول لي هنا ليميت، انا عايز بقى هنا ايه الاسئله دي مقالي، لو انا عايز احل الاسئله دي هنا مقالي. طيب ليميت لما الاكس تندس تو انفينيتي، ادي فيفث روت ل 3 اكس بار 5 ماينس اكس بار 2 اوفر كيوب روت لاكس بار ل 2 اكس بار 3 بلس ايه بلس 3. طيب اول حاجه بس كده عندي، انا عندي هنا ايه، انا عشان احل الشكل ده اكبر باور موجود فوق دي الاكس بار 5 دي لما تطلع من تحت من تحت الفيث روت معناها اكس يعني. طيب يعني لما تدخل جوه هتبقى ايه؟ هتبقى اكس بار 5، يبقى انا بعمل اللي جوه ديفايدد باي اكس بار 5 فوق، يعني دي 3 اكس بار 5 اوفر اكس بار 5 ماينس اكس بار 2 اوفر اكس بار 5 ديفايدد باي، ديفايدد باي مين؟ ادي كيوب روت ل 2 اكس بار 3 اوفر اكس بار 3 بلس 3 اوفر اكس بار 3. لا مبدئيا كده مثلا في نقطه انا مش فاهم، ازاي بنعمل فوق ديفايدد باي اكس بار 5 وتحت ديفايدد باي اكس بار 3؟ مش لازم لما اعمل ديفايد فوق وتحت بيبقى الديفايد ده لنفس بنفس الباور؟ يا حبيبي هي احنا كده كده بنعمل ديفايد باي اكس فوق واكس تحت، الاكس علشان ادخلها تحت الفيفث روت فبيبقى اسمها اكس بار 5، فعشان كده عملت تحت اكس بار 5، الاكس دي عشان ادخلها تحت الكيوب روت فبيبقى اسمها اكس باور كام؟ اكس باور 3. المهم ان ده كده الكيوب روت دي هنا طلعت ب 3 ماينس 1 اوفر اكس باور 3 وده فيفث روت، وده هنا 3 ادي ده راح مع ده اتبقى لك 2 بلس 3 اوفر اكس باور 3. اي اكس في الدينومينيتور بزيرو، يبقى اللي اتبقى هنا فيفث روت لل 3 اوفر كيوب روت لل 2 اوفر كيوب روت لمين؟ لل 2. ليميت لما ايه اللي حصل؟ لما كان عندي 8x بار 3 بلس 1 ماينس سكوير روت لx بار 2 بلس 9 ادي فيفث روت لx بار 5 بلس 5 بلس، انا بس عايز اشوف مين اكبر باور موجود في الدينومينيتور، ده كيوب روت فيفث روت للx بار 5 يعني x، فورث روت لx بار 4 يعني x، سكوير روت للx بار 2 يعني x، كيوب روت للاكس بار 3 يعني اكس، فانا بعمل ديفايدد باي كل واحد منهم ديفايدد باي الاكس، بس الاكس لما بتدخل تحت الكيوب روت بتبقى اكس بار 3، لما بتدخل تحت السكوير روت بتبقى اكس بار 2، لما بتدخل تحت الفيفث روت بتبقى اكس بار 5، لما بتدخل تحت الفورث روت بتبقى اكس بار 4. يبقى ليميت لما الاكس تندس تو انفينيتي، ادي دي كده الكيوب روت ل 8 اكس بار 3 اوفر اكس بار 3 بلس 1 اوفر اكس بار 3 ماينس ادي x بار 2 اوفر x بار 2 بلس 9 اوفر x بار 2 ادي فيفث روت ل x بار 5 اوفر x بار 5 بلس 5 اوفر x بار 5 بلس ادي فورث روت ل x بار 4 اوفر x بار 4 بلس 1 اوفر x بار 4. طيب مبدئيا كده تعالى نشتغل، ده هنا ايه اللي حصل؟ ده كيوب روت هيروح مع الكيوب روت، اتبقى لك كيوب روت لمين؟ لل 8 بلس 1 اوفر اكس بار 3 اللي هي ب 0 ماينس، ده راح مع ده اتبقى لك سكوير روت لل 1 ماينس 9 اوفر اكس بار 2 اللي هي تطلع 0.
طيب ادي ال x باور 5 هتروح مع ال x باور 5، يبقى لك 5th root لل 1 وهيتبقى لك 5 over x باور 5 اللي هي هتطلع 0 بلس، ادي ال x باور 4 هتروح مع ال x باور 4 يبقى لك 4th root لل 1 وده هيطلع 0. طيب كيوب روت لل 8 ب 2 ماينس سكوير روت لل 1 ب 1 5th root لل 1 ب 1 بلس سكوير روت لل 1 ب 1 يبقى الانسر 1 over 2. ليميت لما الاكس تندس تو انفينيتي سكوير روت ل 9 اكس بلس 4 وسكوير روت ماينس سكوير روت ل 4 اكس اوفر سكوير روت ل 2 اكس. طيب ده هنا ملتبلاينج باي كونجيجيت عشان اخلص من الشكل ده، يبقى دي 9 اكس بلس 4 بلس سكوير روت ل 4 بلس سكوير روت ل 4 اكس، وادي 9 اكس بلس 4 بلس سكوير روت ل 4 اكس. تعالى نعمل التايم ده، ادي ليميت لما ال x tends to infinity. الأولاني تايم الأولاني ب 9x plus 4، نيجاتيف تايم بوزيتيف بنيجاتيف، سكوير روت ل 4x تايم سكوير روت ل 4x ب 4x. طيب الروت 2 أنا أقدر أعمل لها تايم لإيه؟ أقدر أعمل لها تايم في الشكل ده كله، يعني هنا بص هتبقى روت 2x تايم أدي روت 9x plus 4 بلس سكوير روت ل 4x. ادي ليميت لما ال x tends to infinity 9x minus 4x ب 5x plus 4. طيب الروت ده ايه اللي هيحصل؟ الروت ده انا هدخل الروت، بس طبعا مش هيطير، يعني هي الروت هنا هيبقى على مين؟ هيبقى على 2 تايم الاثنين دول 2 تايم 18 2 تايم 9 ب 18x بار 2 2x تايم 4 ب 8x بلس روت ادي 2 تايم 4 ب 8 اكس تايم اكس باكس سكوير. طب تعالى بقى نشتغل هنا. مبدئيا هنا انا هشتغل بقى بنفس الطريقه اللي احنا كنا بنشتغلها بره علشان نريح دماغنا. ده اكبر باور اكس وده اكبر باور اكس وده اكبر باور اكس، يبقى ال 5 هتنزل والسكوير روت لل 18 بلس السكوير روت لل 8، فالانسر طلع روت 2 اوفر 2. ليميت لما الاكس تندس تو انفينيتي. طيب انا اول حاجه يا مستر انا اجيب اكبر باور، طب ما ندخل الاكس يا عم جوه، ادي ليميت لما الاكس تندس تو انفينيتي اكس تايمز 3x ب 3x باور 2 اكس تايم نيجاتيف 2 بنيجاتيف 2x. طيب هنا 2x تايم 8x باور 2 ب 16x باور 3 2x تايم نيجاتيف 2x بنيجاتيف 4x باور 2 2x تايم ال 1 ب 2x 1 تايم 8x بار 2 ب 8x بار 2 1 تايم نيجاتيف 2 بنيجاتيف 2x ادي نيجاتيف 2x 1 تايم 1 ب 1. طيب مين اكبر باور موجود تحت؟ اكبر باور موجود تحت هو باور 3 واكبر باور موجود تحت هو باور 4، خلاص انا مش محتاج اعوض، هو الانسر هنا هيطلع كام؟ هيطلع 0. طب يا مستر ده مقال انا عايز احل، تعال نحل. ادي ده كده 3x بار 2 ماينس 2x، ادي دي 16x بار 3 نجمع ادي نيجاتيف 4x بار 2 و8x بار 2 اللي هي بكام؟ ب4x بار 2، دي هتروح مع دي يتبقى لي بلس 1. نعمل ديفايد باي x بار 3 لكل اللي عندي، طيب دي هتطلع ب 0 ودي طلعت ب 0 ودي هتطلع ب 16 دي هتطلع ب 0 ودي هتطلع ب 0، يبقى الانسر عباره عن كام؟ الانسر عباره عن 0. معلش هو البار ده اتاخر برضو، والبار ده يعني انا شايف ان هو الاسئله اللي فيه سهله جدا، فعشان كده انا شرحتها بالشكل اللي اتشرح بيه ده، كنت بشرح بسرعه شويه بس عشان خاطر هو فعلا الاسئله سهله جدا. يعني ان شاء الله باذن الله نتقابل في بارتس تانيه ودروس تانيه. شكرا.